الأيام دي في شهر مارس وتغير الفصول ودخول شهر 4 في لخبطة جامدة جدا. أنا عندي نزلة برد ولا عندي كورونا ولا عندي التهاب في الجيوب الأنفية. الأيام دي الناس اللي عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية بتلخبطوا جامد جدا. أنا لو جاله شوية برد طب هم يعني مش عارف هو ده برد ولا جيوب أنفية ولا كورونا، في لخبطة جامدة جدا. احنا هنقول علامات تؤكد ان اللي عندك ده مجرد التهاب في الجيوب الأنفية مش برد ولا هو كورونا. تمام. اولا طبعا لو نزلت البرد طولت معاك اكتر من اسبوع ابدأ شك برضو مش كورونا بس، ممكن تكون جيوب أنفية. طيب بتبقى ازاي بقى؟ اولا الجيوب الأنفية بيبقى يصاحبها ألم في العين، صح. الصداع بتاع العين. الصداع بتاع الجيوب الأنفية اللي هو تحس ان عينيك وجعاك، تقل في عينيك، ده دليل على ان الالتهاب ده ناتج عن التهاب في الجيوب الأنفية. برضو كمان لو الكحة بتزيد بالليل، لو عندك كحة بتزيد بالليل يعني نزلت برد طولت معاك اسبوع وفي وجع في عينيك وكحة بتزيد بالليل، شك برضو في الجيوب الأنفية. ولو كان صاحبها كمان ألم في الأسنان، لأن الجيوب الأنفية ممكن تؤثر على ألم الأسنان. كمان برضو لو ريحة الفم كريهة، لأن المخاط اللي متجمع في الجيوب الأنفية بيبقى يعمل ريحة وحشة في الفم. برضو كمان لو الصداع بقى بتاع الجيوب الأنفية اللي هي حوالين الأنف في الجبهة بيزيد، برضو ده بسبب الجيوب الأنفية. الناس بتحس وشها كله مصدع بالظبط، كتمة الأنف، مش عارف مناخيرك مقفولة على طول. كل ده مرتبط ب التهاب الجيوب الأنفية. احنا هنقول الثمان نصايح اللي دايما بنقولهم لمرضى الجيوب الأنفية في شهر 3. دايما اشرب مية كتير، استنشق بخار ساخن من محلول قلوي. تالت حاجة اعمل مساج لأماكن الجيوب الأنفية. رابع حاجة نام دايما على مخدة عالية عشان المخاط ما يتجمعش. خامس حاجة امضغ دايما شمع العسل أو حتى لبان عشان تحرك تحريك الفك نفسه هيخلصك من المخاط. سادس حاجة كل يوم الصبح معلقة عسل وليمون ضروري جدا لزيادة مناعتك. سابع حاجة اشرب أو اعمل دايما غسول بمية البحر أو محلول ملح بشكل يومي. سابع حاجة أو تامن حاجة لازم تستعمل في فترة تغير الفصول مضاد للأكسدة من العيلة أو الجيل الرابع من أدوية الحساسية، زي مادة الليفوسترزين أو أي مادة من المواد الجديدة بتاعت الحساسية، قرص كل يوم بالليل. وطبعا استشارة الطبيب لو حصل بقى سخونية، لو حصل التهاب شديد، عشان الطبيب يكتب لك مضاد حيوي مناسب. تمام.